طبق سلطة البطاطس حلوة أوي، نعملها مع بعض. مقادير سلطة البطاطس على الشاشة، حد يغششني؟ غششني يا شفيق حبيب هارتي. سلطة البطاطس على الشاشة أستاذة رحاب، حلو. الشباب حلو، قول لي بطاطس مكعبات، عصير ليمون، زيت زيتون، كزبرة خضرة، ملح وفلفل. الله نسيها دي والله، انت ابن حلال. قليل من الكاري، اوبا. هو يا شيف مغازي الكاري يتحط على سلطات بارده؟ هي دي المدرسه المغازيه بقى. المدرسه المغازيه بتقول ايه؟ في حاله استخدام الكاري او البابريكا، الحاجات اللي لها فليفر عالي زي الكاري زي البابريكا، حلو قوي، زي الكركم، علشان اطلع شخصيته واطلع طعمه واستفيد بيه، ما احطوش كده منظر وخلاص. لازم البطاطس اشم ريحتها كده واشم البخار بتاعها والدخنه بتاعتها. اهي شايفه، شايف، بص كده، بص هو ده، هي دي، شفت الطريقه دي اهو، ننزل بالكاري عليها. يا ويلي هو ده، شفت بقى بدات ريحه الكاري تطلع. طب تعالي بقى حط الكاري ده على بطاطس طالعه من الثلاجه، محلك سر وجوده زي عدم وجوده. حلو الكلام، حلو الكلام. مش هنحط حاجه تانية. حلو، هنحط الفلفل الاسود وزيت الزيتون. دي سلطه بقى والله العظيم، اقول انا صايم خلص الصيام، ان انا شام ريحه الكاري رهيبه رهيبه. اه، وننزل فلفل اسود، وحاجه جديده على فكره، حاجه ايه جديده. اه، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، خليكي معانا يا فندم. فلفل اسود نحطه هنا، الله ايه الحلاوه دي. كزبره خضراء، اه كزبره مش بقدونس. اه حلو قوي، كزبرة حبيب البطاطس. دي سلطة البطاطس لأول مرة، وحقوق الطبع لدينا وبس. معلقة فلفلة حلوة، هي دي مش موجودة في المقرر من عندي. يبقى أنا حطيت زيت زيتون، حطيت كاري، حلو الكلام، وحطيت شوية كزبرة خضراء. هنقلب دول كلهم مع بعض ونغرفها برضو وإحنا مع بعض كده. آه، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة دلع، وهي سخنة يا شيف؟ آه، تبرد في التلاجة، ايه المشكلة؟ شفت السلطة دي؟ ألف أنا وشيف، هتاكلي صوابعك وراها بعون الله. والله يا شيف أنا هعملها النهاردة للولاد، ده أنا كل يوم أعمل لهم بطاطس مقلية، ملوا منها، كل يوم أعمل لهم صليط بطاطس، أفكر كده أسلق البطاطس. بس خلي بالك يا ست الكل، يا أمي، يا خالتي، يا شربات، البطاطس لما تيجي تسلقيها مهم جداً انك انت الميه بتاعت سلق البطاطس تكون ميه قليله، ما تكونش ميه كتير، علشان ما نفقدش جزء كبير من القيمه الغذائيه بتاعت البطاطس. تاني المعلومه دي يا عم الشيف، عايزين نعرف البطاطس، القرع العسلي، البطاطا الحلوه، لما تيجي تسلقيها تسلقيها في كميه ميه قليله جدا على قد السلق. ليه يا مغازي؟ علشان ما نفقدش القيمة الغذائية اللي موجودة في النشويات أو الكربوهيدرات بتاعة البطاطس. ما ينفعش بعد ما أسلق البطاطس أخدها على الحوض وأصفيها، ده غلط. هما شوية المية اتسلقوا وشكرا، هي زي ما هي كده أشتغل فيها. أنا هنا جبت قالب، فكرت إن أنا أغرفها بطريقة جديدة، وحطيت في القالب ده شوية زيت زيتون بالشكل ده كده، وتعالوا نغرفها مع بعض كده بطريقة مبتكرة. أه، وأنا واقف مش هنكلف نفسنا حاجة، عينيها أخضر زي الفل اهو، زي ما هم كده اهو. ورق النعناع الاخضر ده كده هعمل ايه؟ اه زي ما هي كده اهو. جيب لي التفاصيل دي يا مخرجنا، الله يكرمك يا رب ويعيدك بزياره النبي. شفت انا بعمل ايه؟ اهو كمان واحد. انا هخليكي بعون الله بعد اجازه العيد تبقى واقفه في المطبخ تدعي لي. اه حلو قوي، فكره حلوه يا عم الشيف. عندي طماطم باخد كده قمعين من الطماطم دي، اقماع يا ماع اهو، شفت الحركه دي اهو، بحط ده كده واحط ده كده واحط ده كده، وكمان واحد برضو هنا كده. حلو، تعالوا بقى ننزل بالبطاطس هنا اهو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا معايا فرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين حبايبي،
التفاصيل الصغيره دي جايه على الشاشه حبايبي. الله الله، وهكبس عليها بالراحه كده. وهي سخنه يا شيف؟ اه يا فندم وهي سخنه. وانا بشتغل كله على عينك يا تاجر اهو. والشويات الكاري عاملين عمايلهم في قلب الايه السلطه، واضغط كده بالراحه. بالراحة خالص، أنا عايز التفاصيل دي تبان. طبق سلطة مش مكلفك حاجة أنا والله، والله كله من درج التلاجة والحاجات اللي موجودة عندك في المطبخ. شوية مكرونة عاملين زحمة في الدولاب بتاع المطبخ، شوية بطاطس باقيين عندنا من رمضان، وعملت لك سفرة النهاردة زي ما قال الكتاب. لا مفيش كتاب بيقول الكلام ده دلوقتي. المغازي وبس. حلوة أوي. نجيب طبق التقديم وإحنا مع بعض كده، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رايق يا فايق. اهم حاجه انك انت لما تخش المطبخ خليكي زي مدرسه المغازي، فنجان القهوه بتاعتك سواء ساده ولا بتشربها على الريحه، وشويه الشاي الحلوين اللي انت حباه، وقب النعناع، بس خش المطبخ كده رايق وعايز تعملي حاجه حلوه. هناخد القالب ده كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا اهلا وسهلا، احنا رجلنا خدت على هنا بقى. تعالى اعملي بعد كده اهو. نقلب يلا نعمل ايه؟ هو ده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ بس خلاص انا والله النهارده بتسلى يعني. بص انت عارف اشتغلنا كتير في رمضان انتوا عارفين، بنتسلى مع بعض بس زي الفل. هنعمل ايه؟ هنعمل التركايه دي. دول شويه بقدونس نحطهم هنا، ودول شويه بقدونس بنحطهم هنا. الله عليك يا شيف. عندك بيض مسلوق؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حبتين بيض مسلوق مفيش اي مشكله. ودي يا عم الشيف دي فليفله حلوه يا دلعك. طبق مقبلات وحقوق الطبع لدينا وبس. وده زيتون. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ طبق سلطه. ايه رايك في الطبق ده يا جيران؟ دلعه بالله عليك يا شيخ، بالله عليك عايزك تدلعه. على فين ده مكانه؟ حلو قوي. واحنا واقفين ولا جبت حاجه زي الفل. نوسع الدنيا مكانه هنا. طيب